السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم الطبق ديال المدرب اللي كيجي رائع، كيجي بنين ومعلك، والى عجبكم تبعوا معايا حتى الاخير وما تنساوش اللايك بالطبيعة الحال الى عجبكم. على بركة الله نحضر معكم هذا الطبق. الحاجة هنايا في الطنجرة كنوضع واحد الكمية ديال اللحم ديال البقري، تقدروا تضيفوا الغلمي حتى هو راه كيجي مزيان في هاد الوصفه. وغادي نزيد عليه واحد البصله كبيره مشلضه، ولا نديرو جوج صغار. وغنضيف واحد شويه ديال زيت المائده، وغنضيف الثومة. وغادي نضيف التوابل، غنضيف القرقوم، شوية ديال الفلفل الأسود، بزار، سكنجبير، والملح، شوية ديال الملحة. وكنردو فوق البوطه تكون معيله في الاول، وكنمرق عليه واخا مازال ما تشحى، كنضيف عليه الماء صافي، كنسد عليه. وهنايا كناخد الدنجال وكنقطعوه على شكل دوائر. وهنايا في المقله كندير شويه ديال زيت المائده، وغادي نقلي فيها هاد الدنجال. يعني كنستمر بهذا الكيفيه حتى نسالي هذا الدنجال اللي عندي. المهم يعني ما كنفطرش ليه الزيت بزاف باش هكا دغيا يتحمر وما كيشربش الزيت بزاف. هنايا الدنجال بعد ما حمرته تنخليه في واحده، تنديرو في واحد المصفيه وغادي نخليه يبرد شويه، وفاش كيبرد كنديرو في واحد الشبيكه وغادي معكم. وهنايا في نفس المقله فاش قليت الدنجال كندير شويه ديال زيت المائده، غير واحد شويه، وكندير فيه جوج مطيشات مقطعين مربعات صغار. وغادي نخليهم حتى ينزلوا واحد شويه، عاد غادي ندير لهم القوام ديالهم. وغادي نزيد عليها الثومه، شويه ديال الكمون، الملحه حسب الذوق، فلفله حمراء تحميره، وغادي نضيف ليها ربيع تصبر مع الناس مخلطين. وغادي نضيف واحد شويه ديال زيت الزيتون،
غادي نخليوها حتى تسل. غادي نستمر في التحريك ديالها حتى تسل مزيان. صافي يعني فاش كتعسل مزيان في الاخير كنضيفوا ليها شويه ديال الخل ولا نصحوا عليها شويه ديال الحمض. كنضيف عليها شويه ديال الخل. ومن بعد كنضيف الدنجال. وغادي نعاود نخلطو مزيان مع الطشة. غادي نجلسو مع لاصوص. غادي نعاود نخليه يتشحر واحد شوية مع لاصوص. صافي هنايا كنطفي عليه كيجي على هاد الشكل. راه كيجي رائع غير هكا بوحدو كيجي زوين كيجي معلك وزوين. وهنايا كنمشيو كنشوفو المريقة ديالنا واش طابت ولا مازال. غادي نخليها تشرب باقي واحد شوية. صافي هنايا المريقه كنخليوها حتى تيبقى فيها غير واحد شويه ديال المريقه خطره. صافي هنايا الطنجره كنطفي عليها كنخلي فيها غير واحد شويه ديال المريقه خطره. وهنايا كنقدموا الطاجين ديالنا ديال المدربل بهذا الشكل. وكناخدو هاد الدنجال وكنديرو فوق المريقة. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال المدربل. الصراحة كيجي رائع كيجي بنين ومالك. صافي كنخلي واحد شويه ديال الدنجال ما كنهرسوش وكنزين به الطبق مع شويه ديال مطيشه شويه ديال الربيع. كيجي على هذا الشكل كيجي رائع. تنتمنى ينال اعجابكم مشاهدين الكرام. والى عجبكم ما تنساوش تخليو واحد اللايك للفيديو. والى فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.